السلام عليكم، انا دكتور عربي محمد، بحييكم بحييكم من احلى منطقه في جمهوريه مصر العربيه، من محافظه اسوان. اهلي وناسي، الناس الجميله جدا، الناس الرائعه اللطيفه المؤدبه، مش عشان هم اهلي بس، لا دي الحقيقه. وممكن عشان كده ربنا اكرمنا بمحافظ في منتهى الروعه اللي هو اشرف عطيه، فعلا هديه من القضيه السياسيه لاسوان، وأسوان محتاجة الست لو في المرحلة دي، ومحتاجة دعم قوي له، لأن فعلا أسوان محتاجة شغل كتير. اللي هو أشرف عطية فعلا قيادي سياسي ناجح، له رؤية وصاحب قرار، ودينامو شغل بشكل هايل جدا، بيفكرنا بالراحل خالد ذاكر طيب الله سراه، اللي هو سمير يوسف، من أفضل المحافظين طبعا سابقا في أسوان. نتمنى التوفيق لست المحافظ ولأهلنا في أسوان جميعا إن شاء الله بكل الخير. ندخل في الموضوع على طول. إيه هي الحاجات اللي المفروض لازم نفكر فيها بشكل كويس جدا قبل ما ندخل نعمل مشروع خاصة في القطاع الطبي؟ مش القطاع الطبي، مشاريع واسعة جدا وحاجات متنوعة، بتبدأ بحاجات صغيرة، معمل، مركز أشعة، عيادة، مستوصف، أكبر شوية، مستشفى خاص على مستويات مختلفة، عدد أسرة مختلفة، تخصصات مختلفة، مصانع أدوية، مصانع مستلزمات، مصانع أجهزة تعويضية أو علاج طبيعي، whatever، يعني حاجات، أنشطة كتيرة جدا، أو المكملات الغذائية طبعا. في 8 حاجات لازم نفكر فيهم كويس جدا قبل ما نبدأ المشروع، بس الثمان حاجات دول نفكر فيهم مع بعض، مش كل حاجة لوحدها. ايه الحاجة الأولانية؟ مكان المشروع. ذا بليس، مكان المشروع لازم تختار مكان المشروع بشكل كويس جدا، في شروط محددة لكل مشروع طبعا، والمستشفيات دي من أهمهم. لكن أنا هتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية سهولة الوصول للمكان، دي نقطة مهمة جدا، لازم العميل بتاعي ما يتعذبش عشان يوصل لي، مقدم الخدمة ما ينفعش يتبهدل عشان يوصل لي، أوكي؟ دي حاجة. الحاجة التانية الايزي باركينج، ان المكان اللي انا عامل فيه مشروع لازم يكون فيه باركينج، اوكي؟ ده مهم بالنسبة لمقدم الخدمة لي او متلقي الخدمة. انا هقول لكم حاجة على سبيل المثال كده بسرعة جدا. 2015 انا كنت بدير مجموعة مراكز تجميل كوزموتولوجي اللي هي فروع في القاهرة واسكندرية وفي اكتوبر، فكنا بنعمل بروجكت رابع في اسكندرية. اخترت فين انا المكان الرابع ده؟ كان عملته في سموحة. سموحة ده كل الناس اللي تعرف سموحة، ده مكان هايل جدا، سنترالايز في اسكندرية، كل اسكندرية ممكن توصل له بسهولة جدا، ماركتنج اريا هايلة، حلو قوي، تمام، وحتى من بره اسكندرية سهل الوصول ليه. وكانت المشكلة قبل ما احنا نعمل الديل، انا كنت بفكر ازاي الاقي باركينج للكاستمرز. فاحنا قبل ما نروح نشتري من الاونر بتاع البرج، رحت عملت ديل معاه حوالين ان احنا نأجر باركينج اريا في الباركينج، 20 مكان للعربيات للكاستمرز اول اوفر ذا تايم، وده كان حل عملي ومثالي جدا. ف نمبر 1 المكان، مكان المشروع، تمام. نمبر 2 البرودكت، نوع الخدمه اللي انت هتقدمها. ما ينفعش على سبيل المثال انك انت مثلا تكون مثلا راجل استشاري او استاذ في مجال النساء والتوليد، اوكي، وتيجي تقول له والله انا هعمل عياده في مدينه طبيعتها بين قوسين مثلا بدويه مثلا. الطبيعه البدويه ان المراه ما بتظهرش على الراجل بشكل عام، اوكي، فما بالك انت عايز تروح تشتغل تعمل عياده في مكان بالطريقه دي؟ ما ينفعش، مش هينجح المشروع، رايت؟ اوكي. او على سبيل المثال انك انت مثلا عايز تعمل مثلا مستشفى نساء وتوليد في حي معين مثلا زي مدينه نصر. مدينه نصر وقلنا فيها مثلا 10 مستشفيات 10 مستشفيات نساء وتوليد، فانت رقم 11، يعني المفروض هتاخد نسبه من ال10، اوكي. هل انت هتنجح؟ ده سؤال مهم جدا. عشان تنجح لازم تقدم خدمة أفضل من المنافسين، من الكومبيتيتورز، ومختلفة، أوكي؟ تو بوينتس، لازم تبقى مختلف
افضل عشان العميل يجي لك. اوكي must be better and different. اوكي فاختار نوعية الخدمة اللي انت هتقدمها للعميل according للماركت اناليسيس، حسب احتياج السوق، شوف السوق عايز ايه وقدم الخدمة على هذا الاساس. اوكي حتى لما نيجي نتكلم على مستوى الانترناشنال برضه نفس الحكاية، لما تيجي تعمل مشروع مثلا في دولة افريقية لازم تعمل دراسة مستفيضة بشكل كويس جدا حوالين الدولة اللي انت هتعمل فيها المشروع عشان تعرف احتياج الدولة دي ايه وفي المنطقة دي ايه. مثلا لو هتعمل في كينيا في نيروبي، او هتعمل في تنزانيا، او هتعمل في نيجر او في ليبيريا، whatever يعني، لازم تعمل ماركت اناليسيس كويس جدا، او هتعمل في الدول العربية مثلا الشقيقة. اوكي فنوعية الخدمة. رقم ثلاثة البرايس. يا جماعة لو سمحتوا البرايس ده، البرايسنج ده علم، ازاي تحط الاسعار ده علم. ما ينفعش انت تقعد مع نفسك كده وتقول والله انا الخدمات اللي هقدمها في المستشفى دي او في المركز ده او في المعمل ده انا بتكلفني كذا واحط على الهامش ربح كذا ويبقى السعر كذا. بكده كلام معلش سوري معلش كلام مش علمي خالص يعني. لازم البرايس سيتنج في تو بوينتس لازم تدرس كويس قوي. النقطة الأولانية القوة الشرائية بتاعت السوق، الماركت اريا اللي انت اشتغلت فيها، الافوردابيلتي. اوكي وده على فكرة فاريبل احيانا يعني. اوكي فلازم تروح وتيجي حسب الافوردابيلتي اوف ذا كاستمرز رايت. في عوامل كتيرة بتأثر على الجزئية دي، فلازم زي ما حضرتك must be changeable حسب معطيات السوق قدامك. هنا في الفلكسبيليتي اللي هو دور مهم جدا رايت. النقطه الثانيه الكومبيتيتورز ليك اللي هم بيقدموا نفس الخدمه اسعارهم ايه. برضه هرجع تاني احاول مثلا زي مثلا بتعمل مستشفى متخصص في نساء التوليد هايله وفيها ستاف وندرفول اي كلاس رايت، بس هتيجي تقولي والله انا بعمل حامل سيزيريان برقم كذا كذا دولار مثلا او كذا جنيه مصري او ريال سعودي. المنافس ليك اللي هو لا يقل جودة عنك بيقدمها أقل منك مثلا ب70%، فالعميل تلقائيا هيروح له تلقائيا. فلازم تدرس الكومبيتيتورز أسعارهم ايه. في قاعدة مهمة جدا في الليدر شيب بتقول لك اللي بيحدد البرايسنج بتاعتك يور كومبيتيتورز نوت يو رايت. النقطة الثالثة النقطة الرابعة سوري البروموشن. انا كنت اتكلمت في بوست قبل كده سابق حوالين الفرق بين الماركتنج والادفرتايزنج والبراندنج والبروموشن. هي اسماء حلوة قوي ولطيفة قوي لكن لازم تتفهم صح. اوكي صحيح هي مكملة لبعضها لكن لازم تتفهم صح. anyway لما تيجي تعمل المشروع لازم يكون in your mind في ماركتنج كامبين صح. مفيش مشروع يا جماعه بينجح من غير ماركتنج، مفيش مشروع بينجح من غير ماركتنج بليز. ما تصرفش ملايين وتيجي عند الماركتنج تحط ايدك في جيبي فلوس ما عنديش فلوس مش هعمل ماركتنج، مش هتشتغل. لازم تبقى لوجيك عشان الناس تجي لك، لازم الناس تعرفك. الناس هتعرفك ازاي؟ من الماركتنج. اوكي رايت. واذا كنت انت فعلا راجل بروفيشنال في البيزنس عايز تعمل براندنج عايز تعمل اسم تقيل في السوق لازم تشتغل بالماركتنج بطريقه ساينتفك مش بطريقه علميه عشان توصل كاستمرز بشكل افيشنت اند افكتيف رايت. حتى طريقه الماركتنج هاو تو ديليفر ذا مسج من الجمل اللطيفة اللي أنا بحبها جدا جدا مساج ذا مساج، لطف الجملة أو العبارة أو الرسالة وصلها بطريقة لطيفة مساج ذا مساج. برضه ادرس سيكولوجية الكاستمرز بتوعك في الماركت اريا بتاعتك بشكل كويس جدا واقرا فكرهم وبناء عليه ادخل اهم الماركتنج كامبين بفكرهم هم مش بفكرك انت عشان يقتنع بيك عشان يحبك. ولو حبك هيجي لك، ولو جالك ولقى الخدمة متميزة وكويسة جدا
هيثق فيك وهيجي لك تاني. اوكي ماشي. وهنا تشتغل ذا وورد اوف ماوث، دي سيركل تانية في الماركتنج بتكلم عليها ان ديتيلز. فبليز دونت مس الماركتنج. اوكي النقطة اللي بعدها بيبول، الناس. هنا في شقين في الناس، في جزئية الناس هنتكلم عليها. مين الناس اللي هتشاركك؟ انت هتشتغل لوحدك؟ اوكي. طب لو في شركاء معاك هتقول معاك في البروجكت، ارجوك ارجوك اعمل كونتراكتس من الاول، من البداية. نصيحة، حتى لو مراتك هي الشريك اللي معاك، لو اخوك هو الشريك معاك. اوكي. لو صاحبك صديق العمر، اعمل كونتراكتس تعاقدات واضحة من الأول، بتوضح كل حاجة قبل ما تبدأ المشروع. رايت يعني سوري معلش، يعني انت لو عملت مشروع انت ومراتك، اوكي، وعملت بروجكت كويس جدا، وجيتوا بعد سنتين ثلاثة اتطلقتوا، هيحصل ايه؟ ده مش هتبقى طلاق بس، ده تبقى طلاق وخراب بيوت كمان. فلكن لو في كونتراكت على الطرفين، ايفن سو يعني لا قدر الله، حتى لو في ديفورس، اوكي، فالبروجكت مكمل لان في ورق مكتوب ممضي مسجل في شهر القاري. مره تانية وثالثه ورابعه قبل ما تبدا اي مشروع، لازم تلجا او تروح لمستشار قانوني متخصص في المجال ده عشان تاسس شركتك او مؤسستك بطريقة قانونية تحفظ حقوق الجميع، محدش يصطدم التاني في اي مرحلة من المراحل. كل التفاصيل لازم تتحط نقاط على الحروف من الاول. طيب دي نمبر 1 بالنسبة للشركاء اللي هم الشيرز. النقطة التانية your people، فريق العمل بتاعك. لو انت اشتريت عربية بي ام او مرسيدس او كادلك وات ايفر، يعني من الماركات العالية، ورحت جبت سواق اي كلام وقلت له يلا سوق العربية كده وانطلق، صدقني اول ما هنطلق هيلبس في حيطة او هينزل بسرعة او يعني مش هتدمر العربية. لكن اختار القائد المحنك، اختار السواق الليدر، اختار الواحد اللي هينجح لك مشروعك وما تستخسرش فيه فلوس، ادفع له عشان هو اللي هينجح لك مشروعك. اختار فريق قوي، اختار فريق مؤهل، motivated، engaged with your team. لازم تختار فريق بروفيشنال في كل نقطة، في كل نقطة في المكان، في كل مكان في المؤسسة. لاني اقل غلطه بتضيع الدنيا، اقل غلطه ده لو فرد الامن السيكوريتي اللي واقف على البوابه بتعامل مع كاستمر بطريقه مش لطيفه انت خسرت. لو عامل اسانسير يعني شيء تعامل مع كاستمر بطريقه مش كويسه او مش مؤهل او فكره متدني هيضيع لك الدنيا. فاختار كل واحد في كل مكان بطريقه صح، وخلي الفريق بتاعك الليدرز هم اللي يشاركوك في اختيار الفريق بتاعك. ما تعتمدش على انك انت الاونر وتقول والله انا اللي هختار. معلش ده علم الاتش ار، ده علم، فلازم نديه لناسه. اوكي. النقطة السادسة اللي بعد كده البوليتكس، السياسة. Don't miss this point. لما تيجي تعمل مشروع انترناشونال في دولة تانية، السياسة ليها دور. أنا يعني الاقتصاد والسياسة سهم رايح جاي كده أهو. أوكي. الاقتصاد ليه تأثير على السياسة، والسياسة ليها تأثير على الاقتصاد. أوكي. أنا يعني مش راجل محلل سياسي، أنا مش ملعبي الجزئية دي، ولكن أنا بتكلم في جزئية إنك أنت لازم لما تيجي تعمل مشروع في دولة تانية بص على المنظور السياسي للعلاقة بين الدولة بتاعتك والدولة اللي انت هتعمل فيها المشروع. يعني انا هحاول لك بمنتهى البساطة، لما تكون مثلا راجل مستثمر سعودي وعايز تعمل مشروع في ايران، تفتكر انه هينجح؟ ما اعتقدش. اوكي. لو انت مستثمر مصري
ماشي، عايز تعمل في الفترة الحالية في أثيوبيا مثلا، ماشي، هينجح؟ العلاقات مش مهم. طيب لو برضه مستثمر تركي عايز يجي مصر هيشتغل؟ لا طبعا مش هيشتغل. اوكي، فالرؤية السياسية لازم تبقى in your mind and in your steps. صحيح، برضه هنرجع تاني، السياسة بتروح وتيجي، العلاقات الدولية بتروح وتيجي، بس على الأقل بيبقى فيه فريم كده الدنيا ماشية ازاي. رايت؟ فدونت مس البوليتكس، العلاقات السياسية، خاصة لو انت هتشتغل بره بلدك. رايت؟ النقطة اللي بعدها، انتظر المستقبل، مش المستقبل هو اللي هينتظرك. بمعنى ايه؟ احنا حاليا دلوقتي في عصر التطور الرائع في التكنولوجي، التلي ميديسن والاي هيلث خلاص بقت فاندمنتالز، بقت اساسيات، فلازم تكوبز، لازم تتعامل على ان ده واقع. فلازم المشروع بتاعك يشتغل على جزئية التلي ميديسن والاي هيلث. اوكي، حتى في الديزاين بتاع المستشفى بتاعتك لازم تبقى برود مايند في الانفراستراكشر في الجزئية دي، وتعمل اللي هي الجزئية بتاعت الفيوتشر واتس كامينج اب. ما تنتظرش بعد 5 سنين وتقول والله يا ريتني كنت عملت ولسه هعمل، مش هينفع. لازم زي ما قلت لحضرتك، انتظر المستقبل، المستقبل مش هينتظرك، لازم تبقى رؤيتك مستقبلية. رايت؟ النقطة الأخيرة، دور الـ Artificial Intelligence والموبايل أبليكيشنز في الـ Medicine أو في الـ Health بشكل عام. أوكي؟ It is a big dilemma. It is a big revolution. دي ثورة كبيرة جدا في الشق ده. مش يعني خلال سنوات كتير قليلة جدا هتلاقي التكنولوجي ليها دور في كل حاجة في الميديسن. ماشي، أنا متوقع أو متخيل إن هو بعد فترة وجيزة، كام سنة بالكتير، هتلاقي الموبايل عليه أبليكيشن، أوكي، بيعمل سونار، يعني فروم فار أواي، من أي مكان، هتقول للمريض بتاعك طب شغل الأبليكيشن عندك على الموبايل، وآه ده هنعمل لك سونار، وهعمل لك حاجة زي الماموجرافي أو زي الام ار اي، رايت، وهكذا. شو هيحصل؟ الكلام ده هيحصل. فلازم زي ما حضرتك الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، توظفه صح في المشروع بتاعك، والموبايل ابلكيشن تبقى هاند ان هاند ان يورو بروجكت. لو عايز تنجح فعلا لازم تبقى فليكسيبل، وبتطور من نفسك ومن فكرك ومن اسلوبك، مش بس على المستوى المؤسسي كمستشفى، لا، حتى على المستوى الشخصي انت كليدر لازم تبقى موديفايبل، لازم تبقى متطور، بتتحرك بفكرك واسلوبك وقدراتك مع التطورات في مجال التكنولوجي، في مجال الليدرشيب، في مجال الانفستمنت، ماشي، وهكذا. معلش سوري انا طولت عليكم شوية، بس كانت كلها نقاط مهمة عشان بس نتكلم فيها ان ديتيلز الى حد ما. شكرا لكم، تمام، ونلتقي على خير بإذن الله. شكرا. ثانك يو.